نرسل لكم فكرة من أفكاري، ألا وهي أنا عندي هنا يا هوست ديال الكويت، كتعرفوا أنه كيكون هنا يا بدوبل، وأنا بغيت نخرج منه جوج ديال الأغطية ديال جوج ديال النوامس، مادام عندي جوج وبغيتهم باش يجيو جوجهم في شكل واحد. كيف ما سبق ليا وكنت قلت لكم في أحد الفيديو، أنا ماشي محترفة، ولكن كنلتجأ لهذا الشيء ديال الخياطة، وكنشوف مره كنشوف الوالده ديالي، ولا كنمشي عند واحد الصديقه ديالي عند المعمل كنبقى نشوف كنخطف هكاك معلومات. المهم كتجي ولات كتبان ليا الماكينه انها سهله. في الاول بديت ماكينه صغيره عاديه، ما كيتباعوا قدام، كيتباعوا الماكن على حسب المستطاع، كل واحد بغى ياخذ جديده ولا هذا. المهم ناخذوا ماكينه اللي كتكون في الاول بسيطه، نتعلموا فيها الخياطه، وخنصايبوا بها الحوايج ديال البيت ديالنا ووليداتنا، ولا تطلقي شي حاجه كتخيطي هذا. واحد عام مع التدريب مده كتبقى حتى كتعلم. اول حاجه انت كما كتشوفوا انا قسمتها بطبيعه الحال، حليت تبعت الخياطه باش ما نضيعش في الثوب، تبعت الخياطه حتى حليته كامل. ملي حليته انا عاودت فصلته، حاولت باش ندير هاد الاجزاء بجوج هنا، ندخلهم باش يجيوني شويه من الاولين باش ما يبانش سامبل. قسمته على جوج وصوغته كما كتشوفوا. انا غادي ندوزو دابا في الماكينه، ومن بعد غادي تشوفون الشكل ديالو كيفاش غادي يولي. هانتوما معايا كتشوفوا حتى الاخر. لكم هذاك لاوس ديال الكويت طبيعة الحال حتى هو كيكون معايا خديه وحده. ودابا الا بغيت نشري ما غاديش نلقى نفس اللون، لهذا قررت انا هذاك الكويت وسط الكويت نقسمو على جوج، وحتى المخده ديالو غادي نحاول نحلها كيما كتشوفوا. غادي نحلها نتبعها الخياطه، غنحلها الخياطه كامله غنحلها. هي عندي اخر ديال وحده غادي نحلها وغادي نقسمها على جوج، وغادي ناخذ باش نخليها توجيهه ديال المخده غندير لها جوج، ومن تحت غادي ندير لها عاوتاني واحد اللون اخر، غندير لها الباج باش يجيونا شكل واحد. مادام عندي هنايا النوامس ديال الوليدات بجوج، باش ندير لهم جوج يجيو اسورتي، يجيو بجوج بحال بحال. هنايا الواحد يحاول شويه يفكر شويه وغادي يدير حاجه زوينه. نعم غادي نحلو كامل ومخيطه، ولكن غادي نحلو باش ما يضيعش ليا الثوب. نحل الخياطه باش عاود نخرج منه جوج. يعني الا جيت نشري هذا ما غاديش نلقى الخو ديالو، ما غاديش نلقاه. ها هي كما كتشوفوا انا قسمتها، تبعتها بالمقص، حليتها بالمقص، تبعتها بالخياطه باش ما يضيعش ليا الثوب. كيف ما كتشوفوها هو حليت المخده تقسمت على جوج، وهنا تقدروا ديروا اي طرف كيف ما كان. هادو هما كانوا عندها مخدات شي جويان ديال المخد، هما في الباج، انه اللون اللي عنده حتى هو في الباج،
حتى هي حليتها وغادي نقسمها وندير واحد الطرف توجيها من هذا والظهر ديالو غادي ندير توجيها من هذا. غنبسط لها قدها وغادي نخلطها كما كتشوفوا. وبهكا كنلصق ربحة جوج ديال الاجزاء معايا. انا كنخيطهم ونوريهم لكم. كما كتشوفوا ها هي الخطوه الاولى. انا لقيت هذا الطرف مع هذا اللي قدكم. هذا الطرف اللي زدت مع هذا اللي غادي نزيد. هي كانت فيه هذه الباندا كتشوف معايا. كانت فيه هذه الباندا هي حاولت نخليها بقيت هنا وغادي نكمل غنخيط من الداخل من هنا. شوفوا ها هي الخطوه الاولى. انا لقيت هذا الطرف مع هذا اللي قدكم. هذا الطرف اللي زدت مع هذا اللي غادي نزيد. وهي كانت فيه هذه الباندا كتشوف معايا. كانت فيه هذه الباندا هي حاولت نخليها بقيت هنا وغادي نكمل غنخيط من الداخل من هنا. وهذا هو الشكل ديالهم النهائي. شوفوا الشكل ديالهم كيفاش جا. سمحوا لي الشمس بارقة ربما يكون ما بانش لكم مزيان. هنشوفوا ها الخديات كيفاش جاو. فيهم شت الوجه الفكرة تعجبكم. تحاولوا ديروا افكار بحال هاد تقريبا بحال هاد الشيء افكار بسهولة. ما طلعش عليا غالي الكوات ما طلعش غالية. ربما ما عقلتش انا بشحال شريتها. يمكن شي 60 درهم. وانا صوبت بها جوج ديال الاغنفة ديال الدارب. نبدلوا بهم نغيروا بهم مرة مرة نديروا هذا ولا عندكم اشكال اخرى. المهم تنبدلوا. كنتمنى هذه الفكره تعجبكم وتشاركوا معايا في القناه وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد وتخليوا لي التعاليق ديالكم. وشكرا.